السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده احنا هنشوف فيه الجزء البراكتيكال بتاع الخاص بالتشيبسيك، والبراكتيكال ده مقدم من ال H3A بايونيت، بتعمل مع ال ويلكم تراست كامبس تبع سانجر. في الانتروداكشن في البراكتيكال ده احنا هنشوف هنتعامل مع او هنشتغل على الباكس 5، وده نوع من انواع الترانسكريبشن فاكتور اللي بيشتغل على أحد الليمفو بلاستويد سيلز في الهيومن. في البراكتيكال ده احنا نعمل او الليرنينج اوت كومز بتاعت البراكتيكال ده، ان انت تعمل الاينمنت، تبقى عارف ازاي تعمل الاينمنت باستخدام الباو تاي 2، وانك تعمل فيجواليزيشن للاينمنت ده عن طريق الاي جي بي، وكمان هنعمل بيك كولينج باستخدام الماكس 2، وفي الاخر هنعمل موتيف اناليسيس او هتشوف الموتيف اناليسيس. خلال التوتوريال ده هنشوف زي ما قلنا في حاجات هنمر عليها، الانلايننج دي نمرة واحد للباكس 5، والمانيبوليتنج للسام اوت بوت وازاي نحوله ل بام فايل، وبعد كده هنعمل فيجواليزيشن للالايننج على الاي جي دي، وبعد كده هنعمل الايننج للكنترول سامبل، وبعد كده هنعمل ايدنتيفاينج للريتشد للارياز نشوف البيت كولينج، وبعد كده هنعمل نشوف الفايل فورمات، ونعمل انسبكتنج للجينوميك ريجون الموجوده اللي حصل عليها بايندنج، ونعمل موتيف اناليسيس. التوتوريال ده اللي عامله يعني عشان برضه ما ناخدش حق الناس، بعض الاشخاص يعني منهم فيكتوريا وانجلا وماريا وستيفن ومايكل، تمام. بعد كده احنا هو بيكلمني على الباكجز اللي احنا بنستخدمها زي البيت تولز والباو تاي 2 والاي جي بي والماكس 2 والميمي او ميمي والسام تولز والتوم توم. الكلام ده احنا هنلاقيه فين او هنبدا شغلنا منين؟ هنبدا من عند هندخل على الكورس داتا سي دي كورس داتا، وبعدين ندخل على تشيبسك، وبعدين ندخل على الداتا، تمام. دي المكان اللي احنا هنبدأ نشتغل منه، تمام. الداتا اللي موجودة عندي موجودة من خلال الـ encode constellation او consortium، هم اللي مقدمين الداتا دي، او الداتا دي انت ممكن تجيبها من عليها، وهنعرف يعني ممكن لو انت الداتا دي مش موجودة عندك على الكورس ازاي تعمل لها انستول عندك ايا كان اللينكس اللي بتستخدمه، يعني مش شرط الفي ام دي يعني. وده المفروض حاجه اللي انت المفروض يعني تحاول تدرب نفسك عليها، ان انت ما تبقاش مرتبط بالفيرشوال ماشين اللي موجوده عندك دي، لا المفروض ان انت تكون عندك دلوقتي لينكس، نظام لينكس انت المفروض تكون نزلته وبدات تستخدم التولز دي بعيدا شويه عن اكيد احنا لسه في الاول يعني، بس المفروض ان دي حاجه تبقى في دماغك، يعني انت تستخدم اللينكس بتاعك بقى مش الفيرشوال ماشين، وان انت تبدا تشتغل بالتولز دي على ال الماشين بتاعتك انت او الجهاز بتاعك انت، مش الفيرشوال ماشين اللي احنا اللي تبع الكورس، تمام. طيب احنا في الاول هندور على الفاست كيو، يعني دلوقتي ده بدايه الشغل بتاعنا، انا لازم اشوف الفاست كيو طالع من اللي عندي مثلا للتشيبسيك انا اللي احنا عملناها ديت، او التشيب اللي احنا عملناها وعملنا سيكونسنج، فالمفروض ان انا اشوف فين بدايتي ان انا احصل على الفاست كيو. فاحنا الداتا موجوده عندي على الدايركتري داتا اللي موجود جوه الشيبسك اللي موجود جوه الكورس داتا، فانا هو بيقول لي اعمل ال اس، وهنعمل علامه الاستريك دي. الاستريك دي معناها ان انا دور لي على اي فاست كيو موجود عندك دوت جي زد، تمام. اقول له دوت فاست كيو دوت جي زد، هيطلع عندي 3، تمام. ايه اللي انا انترستد فيه دلوقتي في الوقت الحالي؟ هو الايه؟ الباكس 5، لان هو ده الفاست كيو بتاع الترانسكريبشن فاكتور اللي انا هشتغل عليه، تمام. فهو بيقول لي عايز استوضح، لو انت عايز تبص عليه يعني تشوف الفاست كيو ده شكله عامل ازاي، فهتقول له زد ليس ليس، طبعا ده اللي بيعرض الملف بتاعي باكس باكس 5، وبعدين اقول له وريه هيد، اعمل بايب لاين ثانيه او البايب يعني اسف، واقول له هيد، تمام. بيبدا يعرض لي
الفاست كيو بتاعي. تمام. طيب الفاست كيو بتاعي ده مضغوط، وانا مش هينفع اشتغل عليه وهو مضغوط كده، هو مش هيجيب سيره الكلام ده، بس انت تلقائيا يعني المفروض ان انت ما تشتغلش عليه وهو مضغوط كده. تمام. لما تيجي تشتغل يعني، فاحنا هنفك الضغط بتاعه. هتفكه ازاي؟ بما انه جي زد ده الكود بتاعه، يبقى عندك جي الاول وبعدين تقول له انزل او انزيب. تمام. وتبدا تكتب اسم الفايل بتاعك. تمام. وتقول له انتر. تمام كده هو فك الضغط. اتاكد انه فك الضغط واقول له ماينس ال الاس ماينس ال عشان اشوف الليست اللي عندي. تمام. نيجي هنا نلاقي في فاست كيو. تمام. باكس فاست كيو هنا كان ايه؟ وهنا هتلاقي دوت جي زد هنا عشان الايه؟ الضغط عندي. تمام. طب انا نكبر الصوره شويه عشان تقدر تشوف الاوامر اللي احنا بنكتبها. اول حاجه احنا نعملها ايه هي؟ هو بيقول لي ان احنا نعمل الاينمنت للباكس فايل ده اللي عندي، السامبل اللي عندي دي اللي هي الباستا كيو فايل ده، نعمل له مابنج او هنعمل له الايننج على الجينوم اللي عندي. طيب هنستخدم ايه؟ هنستخدم الباي تاي او الباو تاي 2. تمام. فبيقول لي عشان تشوف الباو تاي 2 ده تقول له جيب دبليو تاي سي اي بي 2 ونعمل ايه؟ هيلب عشان تشوفه شكله ازاي. تمام. هنا بيعرض لي التول بتاعتك ايه، كل الحاجات اللي انت ممكن تشوفها فيها، وكل الارجيومنتس موجودة. تمام. تمام. نرجع نسمع بعض عندنا عشان ما تشتغل. نعمل كنترول مع ال عشان تفضي الدنيا ونبدأ نشتغل من فوق. تاني كنترول مع ال هي كلير، لان انت تفضي الشاشة بتاعتك عشان تعرف تشتغل. تمام. خلينا شوفنا كده الباور تاي 2. هو بيقول لي بعد كده اول حاجه احنا هنعملها ان احنا نعمل اندكسنج للجينوم بتاعي من خلال الباور تاي ده 2. تمام. وفي دايركتري اسمه باور تاي اندكس. تمام. يعني انا هعمل اندكسنج للجينوم اللي موجود عندي، هنشوفه دلوقتي. تمام. عشان اقدر اشتغل عليه، ما ينفعش اشتغل من غير ما اعمل له اندكسنج، لان ده بيعمل بيسرع يعني في الاساس، يعني اقدر اشتغل بشكل احسن يعني على على السامبل بتاعتي. تمام. فبيقول لي هو بيقول لي دور كده شوف في عندك الباور تاي اندكس ده موجود، مش هيطلع مش موجود يعني. فهنعمل احنا ايه؟ ميك داير. هنعمل الامر ده. تمام. نبدا ناخد هنا ونقول له ميك داير. تمام. واسميه اسم زي ما هو كده باور تاي اندكس. تمام. كده المفروض ان هو هيعمل لي الملف ده. اقول له ls ماينس ال. نبص كده هنلاقي اول واحد ظهر بقى في عندي باور تايب اندكس. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا بقى نشتغل بقى نعمل اندكسنج. فهو باور تايب 2 مش مسافه، اقول له بيلد ماينس ماينس باين بيلد باين الجينوم. انا بقول له الجينوم بتاعي موجود فين؟ الجينوم بتاعي موجود على على الجينوم، على الدايركتوري اسمه الجينوم. الجينوم ده. تمام. طيب اسمه ايه؟ خلاص هقول له اسمه اتش اس، هو هيكمله مش هنكمله لانه راح مش عليه 19. تمام. اتش اس كابيتال معلش عشان كده هو ما عرفوش. اتش اس كمله هو اتش اس كابيتال. وبعدين هتطلع لي ده فين؟ هتطلع لي ده في حاجه اسمها الباو تاي، اللي هو الدايركتوري اللي احنا عاملينه لسه عاملينه دلوقتي. الباو تاي اندرسكور اندكس. تمام. وتسميه الاندكس بتاعي ده هيبقى اتش جي 19 اسف اتش اس. تمام. واقول له
الموضوع ده هياخد مننا أعتقد شوية وقت، يمكن في حدود من 5 ل 10 دقايق، فإحنا هنشغله وهنكمل بعد كده، تمام؟ هو كده شغال، هنسيبه بقى يشتغل براحته وبعدين نرتاح. طب احنا رجعنا دلوقتي، ويعني بعد شوية، بعد ما هو سيب شوية يعمل فيه الاندكسنج ده، يمكن دلوقتي لغاية دلوقتي أقدر أقول بفوت حوالي 8 دقايق وهو لسه ما خلص. بس أنا حبيت بس أوريكم الصورة بتبقى عاملة إزاي، أو الدنيا ممكن تبقى واقفة معاك إزاي، بحيث إن أنت لو ما ظهرش عندك أو يعني ما شفتش الشاشة دي أو أيا كان، يعني ما تحسش بقلق، يعني إن هو واخد وقت، يعني هو ده الطبيعي. طبعا هو أكيد هيفرق من جهاز لجهاز. هو يمكن زي ما هو كاتب إن الموضوع هياخد من حوالي من 5 ل 10 دقايق، أتمنى إنه يخلص قريب، يعني زي ما تقول تقريبا يعني لغاية دلوقتي 8 دقايق، يعني ممكن نوصل ل 10 وبعدين نكون خلص. هو كاتب زي ما انتم شايفين، يعني لو انتم شايفين في البراكتيكال هنا هتلاقي انه بيقول طبعا هو بياخد من 5 ل 10 دقائق زي ما انتم شايفين، ولكن كمان احنا بنقول هيطلع عندنا 6 فايل هم اللي هيكونوا نتيجة الاندكسنج. هيكون في 6 فايلز عندي هنا، تمام، هما النتيجة هيبقى كلهم HS 19 1 2 3 4، وفي 2 أسماء مختلفة مكتوبة عليهم 5 10 كده. بعد كده هنتنقل للخطوة اللي بعد كده، إن إحنا نعمل عايزين نشوف الفايلز دي، يعني كم هل هي فعلا أنشئت ولا لأ. فأنا هعمل الأمر اللي هو LS minus L باوتاي اندكس، لأن هو ده الاندكس أو هو ده الدايركتوري اللي إحنا حددناه، حددنا ان هو يعمل لنا في الاندكسنج. هنلاقي هنا هي الباو تاي اندكس اتش اس 19. اللي عندي ده الاتش اس ده 19 دوت اف اي دوت جي اس، ده الجينوم نفسه او ده الفايل نفسه الموجود. هو تقريبا انا ما اعتقد كان كاتب هو ده جاست فور وان جينوم، تمام. اي ثينك يعني هو كان كاتب مش عارف بوزيسي يوتيوب كروموسوم سيكونس اند كلاستر فورمات انستولد ان فايل نيمد اتش اس سي اتش اس 19 دوت اف اي، تمام، اندر سب دايركتري اسمه جينوم. احنا في انتظار انه يخلص الاندكسنج بتاعه. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي ان خلاص كده الاندكسنج خلص، تمام، ودي اخر حاجه عندي. والتوتال تايم فور باك وورد كود درايف كذا كذا كان تقريبا 7 دقائق و14 حسب تقييم هو. المهم الموضوع بالنسبه لي تقريبا في حدود من حوالي 12 دقيقه تقريبا ساعتي انا. المهم بعد كده بناخد بنتين لي انت عايز تتاكد ان حصل اندكسنج بالفعل، يعني فبتشوف تعمل ال اس للباو تاي اندكس اللي هو الدايركتري اللي انت استخدمته عشان تحط فيه الاندكسنج بتاعك. فبالتالي لو عملت هنا ال اس ماينس ال باو تاي اندكس، تمام، لو عايز استعرض اللي جواه، فبالتالي هنا بيقول لي انت عندك 1 2 3 4 5 6 6 ملفات زي ما هو قال لي ان هيبقى فيه 6 فايلز. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا اعمل فعلا الالاينمنت في الفاست كيو بتاعي الباكس 5 فاست كيو ده مع الجنوم اللي انا عامله الاندكس اللي انا عملته ده هو، واطلع السام فايل. الاوت بوت بتاعي هيبقى السام فايل. ده بعمله ازاي؟ ده هعمله من خلال الكوماند اللي هو الباو تاي 2 ماينس كي، تمام، 1 وبعدين ماينس اكس باو تاي
لأنه بديله الإندكس بتاعي موجود فين؟ underscore index تحتيه ال HS19 اللي أنا طلعته HS19 اللي أنا طلعته. إيه هي اللي أنا هعمله؟ وهي الـ input بتاعي اللي هو الـ Bax 5.fastq. طيب وهي الـ output اللي هو الـ S دي عشان أقوله أنا عايز أطلع same file اللي هيبقى اسمه برضه Bax 5 Bax 5 5 دوت سام. تمام واقول له انتر واستنى نشوف ايه اللي هيحصل. المفروض ان الباو جاي ده هي من الالاينمنت ليا وهيديني الاوتبوت بتاعي. بالنسبه للكي اللي احنا حطيناها دي ده هو كاتب ان هو بيقول لي ان البار تايب ده عشان يعمل لي ريبورت ليه لليونيك الماب ريدز ريدز اللي هي يونيك بس هو اللي يعمل لها مابنج. تمام والاكس بقول له ماكسمايز بتاع ال الريدز اللي عندي اعلى حاجه توصل ل 500. وبستخدمه برضه في ان انا اسمي الاندكس بتاعي ان انا بديله انفيجن الاندكس بتاعي هو اللي جاي ده اللي هو ال HS 19. طبعا برضه الموضوع هياخد يعني شويه وقت وبعدين يطلع عندي الملف بتاعي. طيب كده هو طلع الملف بتاعي هبدأ أشوفه وأعمل ls المفروض أنا عندي باكس فايف يطلع دوت سام خلاص ماينس ال. أدور على السام بتاعي ألاقي زي ما احنا شايفين كده هو ده البان بتاعي. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هنا بيقول لي حاول تشوف الدم بتاعك هو شكله عامل إزاي، فأنا هقول له هيد زي ما هو كاتب. هو بيقول لي هيد ماينس إن 10 يعني دي أول 10 سطور من الباكس عشان الباكس 5 دوت سام وأقول له كده. طيب أدي البان بتاعي شكله عامل إزاي أهو. أول هنا بيقول لي الفيرجن بتاعك نوع يعني او السيكونس بتاعتك ايه هي والبروجرام اللي انت استخدمته عشان تطلع السام ده بيسموه الهيد. وهنا هيجي عندي سؤال لو انا نزلنا تحت هنا بيقول لي question how can you distinguish between the header of the same format and the actual alignment. تمام هنيجي هنا هنلاقي فين هو بيقول لي فين الهيدر وفين الالاينمنت نفسه. الهيدر اهو اي علامه عندك فيها علامه الاد دي بدايه الهيدر دي كلها هيدر. اول ما تخلص ويبدا الكلام بقى على الريدز هيبدا من اول كلمه لومنا دي وده اسم الريد بتاعتك وبعدين يبدا يديك السكور والحاجات الخاصه بالريد والسيكونس بتاع الريد نفسها. يبقى دي اجابه السؤال ازاي تميز ما بين الهيد والالاينمنت. ان الهيد بيكون في دايما بيبدا بعلامه الات والالاينمنت هيكون بادئ باسم الالاينمنت نفسه او اسم الريد نفسه. طيب ايه المعلومات اللي بيقدمها الريد بتاعتك؟ زي ما قلت قلنا بيقدم او بيقول لك بيعرفك الفيرجن بتاع البرنامج اللي انت استخدمته مثلا السيكونس نفسها كروموسوم 1 واللينس بتاعه مثلا البرنامج اللي انت استخدمته الباو تاي 2 الفيرجن بتاعه ومكانه
وهكذا. وده طبعا الهيد الهيدر لاين تمام بتاعت الفايل نفسه، اللي بيقول لك معلومات عنه، يعني اللي هو انسر تمام. ودي تبقى اجابه السؤال الثاني. هو بيسالك which chromosome are the leaf map to، واضح خالص، هو بيقول له السيكونس بتاعت هي الكروموسوم 1. فطبعا هتلاقيها برضه في اماكن كتير، هتلاقي كروموسوم 1 كروموسوم 1. يبقى هو عندك الاجابه بتاعتك which chromosome هو الكروموسوم 1. الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل manipulating للانسان output ده، او ان انا اخلي الانسان بتاعي احوله لبان تمام. ده هتعمله ازاي؟ هتيجي من عند سام تولز فيو، سام تولز فيو تمام، و اقول له انا هطلع بام بام دي، عشان اقول له انا الفايل اللي انا عايزه هيبقى فايل بام، والاس بقول له الانبوت بتاعي هيبقى سام تمام. واسم والاودي، عشان الاودي هتقول له، بتقول له ان الاوتبوت بتاعي اسمه كذا، اللي هو اللي احنا بنقول عليه باكس 5 دوت بام. ده اسم الملف اللي انا هطلعه، لان انا قلت له انا عايز اطلع بام. طب اسم الملف اللي انت مدخله باكس 5 دوت سام، خلاص نقول له انتر ونستنى يعمل له كونفرجن من سام للبام. طبعا الفرق ما بين السام والبام هو ان البام مضغوط، هو الكومبريس بتاع البام عشان اقدر الكومبريس بتاع السام عشان اقدر استخدمه بعد كده، وهو بيبقى انريدبل هيمن، يعني السام ما بيقراش، بيقراه ما تقدرش تشوف منه حاجه، مش زي البام. طيب هنيجي هنا برضه نعمل ls عشان نتاكد ان احنا صنعنا البام عندنا. نيجي كده نبص كده نلاقي بقى في عندي باكس 5 بام، وكان اصلا عندي باكس 5 اساسا. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نعمل فيجواليزيشن، ودي هنشوفها في الفيديو الجاي.